سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا آمين. امهات سر آيات كلام خدا آيات 45 و 46 تفسير كشاف إمام الزمخشري رحمة الله عليه وعلينا وعلى والدين آمين. بل يفي معلومة شو ما ترى در باسكر ما تبو داري كركو أو قصة ومحاورة دنوا حزرتي سليمان ودنوا بالقصة دا در باس بو وخد في آياتها هاج بك خداي بيجا ولقد أرسلنا في عطفة بسر آياتها كدبي خداي قو مشيان دا مع داود وسليمان ومكيان أبي أجد به ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا يعني ما حضرت داود وسليمان كوان مجيان ما أسا جي صالح شيان صالح جي ببال قومي ويبا كبرى ثمود يعني أوجي يكجد قومي ثمود بو مجيان ببال ثمود وصالح مجيان إجا مجيان ما قو تشجوان را ما قو أن يعبد الله معلومة أرسلنا إذا أرسلنا مادة كي معنى قولي دو خدا دقره وقتا معنى قولي دو خدا قلت أف أني هانيجي دبالكو ببه أني تفسيرية وقد أرسلنا إلى سمود أخاهم صالحا دم شان ما قوت شه يعني كي صالح جوابا بيجت شه أني عبد الله ما قوش كي صالح جوابا بيجت أن يعبد الله مش قدر عبادات بكم الوقت أكو صالح جوان شو مشيان صالح جوان فإذا هم فريقان يختصموا شو ببينن يعني صالح مفاجآت بفيارة كشان يعفت إرسالة مشيان دنامة بفيارة قاشلاش مش بو بچرا كهم فريقان يختصمون أب قوم صالح كقوم سمودة أف قوم هاني بونا الدفريق وبهبرا كشمكشي وخصميت كن نهارتي بهبرت كن يعني بهبرا مناقشيت كن قسمة كي جي فريقة كي فريقة مستكبرين أبو فريقة كي جي فريقة مستضعفين أبو يعني جوال مستضعفين أجي هنك يا إيمان هاني بحزنتي صالح ومناقشة دنبو ودى الدوام كر يا خودجي أمبيجن إجابة شوندنا مفاجأتا حزرتي سلي صالح أجركو مفاجأت كربا بفي قومي هانيرا وأمل لبايويجي بوبن دفريق دبنكو دفريق أبانا تشبون فريقكي قارشي صالح وصالح جي القارشي بفريقي ميشاغي فريقاني كدبيجا يعني يكجي صالحة ويكجي جي في قومي بيه كهينو قارشلاش مش بيه بيرا دعوة رسالتنا. قال يا قومي حزتي صالح جوان رقوك أي قومي من لما تستعجلون بالسيئة شماون عجلا عقاب خدا عذاب خدا دكين دبريا حسنة دا يعني دبريا توبة دا يعني خيالك جوان رجيب بود قوتن اگر كو افتشت صالح بيجاكو عذاب خدا ابسر ودا وره اگر که او عذاب وقتا هاد امی بیچاقی توبه بکن یعنی همان به عذاب راجی امی توبه بکن شو امی خلاص ببنن جنت خدا و اگر که پاش داکت امی لسر حال خود دوام بکن حتی که ام بمرن دبی حضرت صالح جوان را گو که لیمه تستعجلون بی سیئتی چما ون عجله دکن بی سیئه دبری حسنه دا یعنی دبی که عذاب رکیه براوره ام انا توبه ناكم حسنه كو توبه ام بيجن حسنه خو دقرن شبارا سيئه خو جي وي عذابه جي وي شره جي دقرن پیش تشتي نبار لولاد ياخد سيئه دبكو كفر وان بيجي يعني كما وين اول كفره ددن پیشيه توبه توبه بدن پیشيه كفره برا كفر تنبه يعني لولاد تستغفرون الله كما وين طلب مغفرته جي خدا ناكن وان مصيبتا تيني سري و طلبا مغفرته بكين برا خدا ببغشينه
ومش خواه توبة بكين برا خدا جزائر ندوى لسربان خرابي وعصياني وقناهي و لعلكم ترحمون وقتا كون مغفرتي بخوازن شخدا خدا جي رحمة خلوة بك اف وان مصيبت وفان بلا وفان ايشاء تفسر وراك يعني وقرية انا عبدو يعني ما قو انا عبدو إجا هاتي الرواية چونك إذا حرك الساكن حرك بالكسر يعني أن ساكنية نون ساكنية وقت راس عين ساكنة هات همزة ورتدا شو ويشاغي أمنوني محرك كن كسر إجا قراءة تدا أن عبدو يعني جبو متابعة بائي نوني نون ساكنة أرتخ أو حقيبية كسرة نداني رابونا دمع داني كجبو متابعة بالضياء عبوديرة بالضم على إتباع النون الباء يعني بالضم خواندنا أف قارئ هاني نوني كرنا تابع باء ويجي مضموم خواندنا أن يعبدوا فريقان فإذا هم فريقان حزرة صالحكم الشيان أف شيان دنا ما مفاجأة بحاكي وصرا كركو أو جحالو كم فريقان يختصمون بدرمك أولا مفاجئ وطرشلاميكر فريق مؤمن وفريق كافر فريقك مؤمن فريقك جي كافر يعني بسبب شوندنا حزتي صالح او قومي هاني بود فيقه يكجي مستضعفه او انا ايمان هاني هنكي جوان وهنكي جي كافر او انا جي مستكبر وقيل اريد بالفريقين هاتيه قوتنكو هاتيه ارادة كرم بفريقين اخدا قوتيه دو فريق أو هذا فريق يعني صالح عليه السلام يجوان حزتي الصالحة وقومه قبل أن وفريق قد يجي قومي قبل أن يؤمن منهم أحدنا يعني فريق عبارة الصالح بي قوم وفريق قد يجي كل قاش صالح دي كلمش بيه أو يجي قومي بيه كافر هنا إيمان نانيا بصالح يعني رسالة الصالح إن دوان دا تأثير نكر و چوا صالح چو وانا عادت خوي بري مشاند و لقارشي حضرت صالح رابو إطابي إجا پي در پي إهنكي جناوة وان إيمان بينا يختصمون يقول كل فريق لكي خصم وان بچه شكلي بو يعني عجبا مناقشة وان كشمكشية وان چه بو يقول كل فريق الحق معي هالفريق يدقو صالح جي يدقو حتى بمنا و او القومي بي كل قاشي في دي كلميش بقو او ان جي يدقوك حق بمرايا السيئة يعني افيا قرا قيلي كلمة كنزم كم مالي سيدا مالي كلمة الحق معي نابي انا مع الحق الحق طابعي منا انا طابعي حقي منا هذه كلمة كي كلمة مستكبرة جنال أولارا و إيلولوجي هر زمان جي دمي برا هذه الحقيمة حق بمرايا إيد نكب طابعين مبن إيد طابعين من بها تشتوى مباح يعني السيدة أزبي بيجم أزبي بيجم هر حدا السيدة شبي فاري بي أو بو يعني چونكي صالح جي دنابا بي أو كنت بي الحق معي نابا كنت كلمة مستكبرة بها يعني دبكو صالح جي أبل بالغوري جبوك أوان قوتية جبو الغوري وان أم دبجن يعني الغوري جبو كلمة وانا عندي أبيا ما عمومي قوتية طبي كي يا حزتي صالح صالح طبيعة حقية يا حق طبيعة صالح لنا شنك دبي يقول كل فريق هر فريق دبي يعني صالح جي دبي الحق معي أو الدنيا جي دبي الحق معي يعني صالح أنا مع الحقية شمكي أو طابعي وحيي سيدة نعم سيدة دبي يقول كل فريق ها كل فريق أو فريق باطل سيدة إزي مخشري هما كو فرصت كي ببينة بر بي اعتزالت چه سيدة ملويسي هما كو فرصت كي ببينة كبر كي كير هارا سيدة ملو صلاة هارا دان سيدة ملويسي كبر كبر كير كبر سيدة ملويسي شمكي دبي يقول كل فريق او فريقك ها صالح تبق منا ها صالح بالتاني به دمك بيجي قوتي الحق معي بل شبه كلام كان فيها السيئة العقوبة سيئات هي عقوبات
يعني لما تستعجلون كما من عجلة عقوبات تكن دبين كابرا عقوبات التوالة او كنت ما بي قطرسيني كالكما برا ورا ما مادم دمك اي مني وصبه مش خد حالي خد دوامك والحسنة التوبة. فإن قلت أجبت بيجي ما معنى استعجالهم بالسيئات قبل الحسنة؟ معنى بيتشي يعني تبي سيد وخازن بريا حسنة ده دماء تبي تريد تتشت هنا يعني دخايا وعند حسنة جي هي سيئة جي هي يعني السيئة خدنا بيشي حسنة خلنا دنا بيشي حالبكي حسنة وش قبولنا به يعني حسنة تلد تدستي وان ده فخد خيالا وان ده ونوصش فا حسنة زلبو دقوا فرع عذاب ولا اجتهاد أمي هنا إيمان بينا قال جم خيالا وان فأوهادوش موجود بون متوقع بون منتظر بون جبر ويقو قبلة دي بداري دا كلها مشكلة يقصى جي قبلة ننا يعني بني چونك حسنة دستي وان داش خدتنا وإنما يكون ذلك أنجف سيئة ودبريا حسنة إذا كانتا متوقعتين إحداهما قبل الأخرى وقت هادو جي متوقع بين يك جوان دبريا أديدا دبريا أديدا وقت يك جو هادو جي متوقع بين تمام يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة يحالبكي تلتشكي وتسا قلتو دبي أز دبين كانوا يقولون لجهلهم جبر جهل أخوان دقو قي سيئة وحسنة ترجي جوان رب ممكنة حالوكي وقت سيئة بخزن أجل عذاب ولا شخو حسنة جدر دي دست وان دفرات جه حسنة تنية قلتوا كانوا يقولون لجهلهم إن العقوبة التي يعيدها صالح عليه السلام إن وقعت على زعمه أجل كواقع ببا لسال زعموي عليه السلام وقعت على زعمه ويشاهد قد تبنى يعني صالح دبيكو اي عقوبات ولا تقول شو امنا بيجن عقوبات اي ولا دايدي بينا صالح با اجاك عقوبات ولا جي تبنى حين ايزين امي ويشاهد مشتي هاتنا عقوبة امي جي توبة بكن واستغفرنا امي طلب غفرانا قناه خشي بكن اوانا اصاد تصارلامش تكرن مقدرين ان التوبة مقبولة في ذلك الوقت يعني الوقت هاتنا عقوبة دا كأنه التوبة ويشاغي مقبولة قبول دبال تشترف خدا دا وإن لم تقع أجل كو وقع نبجي عقوبات فنحن على ما نحن عليه أمي شخوا في حال خوي بورا نفسا خو خوش أمي في حال خو بدن دوام كرين إجا فخاطبهم أجبو تصاريا وان دشنجا وخيال كيوانا أوابو فعما كنت توقعك وانا اوهبون فخاطبه جا قرى الظن وجهل وان حزتي صالح جي خطاب وذكر عليه السلام على حسب قولهم واعتقادهم لسال شكل قولي وانو ودشنجل اعتقاد وان وان شخوا وصل سري خدا باور كربو وعقوبات ورجي توبة جوانا ممكنة حال بكي وقت عقوبة ولا توبة ممكن نابا ثم قال لهم أجبروي حضرت صالح بوان خطاب كير قول فعما وان وهل لا تستغفروا لله قبل نزول العذاب وچما وان توبة خو ناقرن بريا نزول عذاب يعني حال بكي وقت توبة بكين جيجا عذاب تنية اتابت سريوان ده هر تجي هبو هر تجي ممكنن كبهورا ورم يعني هر تجي بچه ببن ايجا حزتي صار اجي قرا وانغو قو ما دام ودت تشتكي يا سريخو اول عذابنا عذاب نخوازن اول توبه وي غلامي شو اجرا بكن لعلكم ترحمون اي في هياك واشترم قدا دا ونجي بيني رحم كريم تنبيها لهم على الخطا فيما قالوا شما قو اواغو حزتي صالح وصاغو جبو وان هشيار بك ابيا خطا وتجهيلا فيما اعتقدوه يعني تشتي كوند بيجن ابيا جهالته ابي تشتي ممكن ننه وليس عجل عذاب لكن توبه بدل بيشيا خوستنا عذاب بلا توبه وين بكن شخو او ايد دويا كينا به هل يدسالي ودا وند بين دو نفقت يكي اصلا
عذاب ولا توبتنا توبج ولا عذابكنا. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. أولا قوتن وأم أغسس دبن بتاب سببتا وبمن معك. بفان مؤمن بتاب ترى بسبب و قصا خدا هنكي هيشو مصيبت ألم تنا سرما طبلو مصيبت تنا سرما. أب شمجي أب أغسسي جي ترجوه حتى كتا في دعوة عن النكربو كأنه فان شؤما وان أغرسوزيا وان شانسزلغا تنبو. قال حزيتي صالح جيغو وما دام وين تطير طائركم عند الله والطائر وقدر والجم خدايا نكو يعني أستطير بكم يعني الجم خدا شخو أف قدر هيا أف غلاي چيب بم مصيبتي چيب بم سري أف يا قدركي ويا ياخد عملي ويا الجم خداكم مكتوبة أو عملي ويد بسبب وان مصيبته إيشو بلايا. بل أنتم قوم تفتنون بلكي هاتنا وان مصيبتا أوانا أوكن يعني صناو أراجينا أوانا صناو امتحان واختبار جوارا فتننا وبين وانتي امتحان دبن عجبا وان مصيبتا جخدا دزانن نزانن ودا وان دوچار وان مصيبتا تكن. وكان الرجل إجا إبينا سر مسألة تطير يعني تطير هيتني تطير في اسم شئمي وغرسوزية كما نوى تطير تطير ليدانينا. وكان الرجل چونك معلومة كلام خدا جل جلاله جي إنسان را وقتا تي بالزمانة كي كوان إنسان دنابا خدا استعمال كن قلالمش كن جرا غريب ننن خدا جي بوان تعبيرا جوي خلق را خطابا خدشينا يعني. وكان الرجل يخرج مسافرا جنابا في قوم صالح يعني قوم سمود جنابا في قوم انسان هبو درد كتن مسافرية درد كتن رئير دبون رئيبي فيمر بطائري ميزا ذكرن كوى طيرك البيشياوي هي فيزجره في طيبان قوى لا مش ذكرن يعني دخلت كش خد دور بخينا يعني رئي أخو بالطير ناخينا طير جنابا رئي أخو راكن. فإن مرة سامحاً أجل كج آلي راس دا بآلي شاب دا هرى تيمنا دبنا بيا بركته. وإن مرة بارحاً إجاج آلي شاب دا بآلي راس دا هرى أبيا دبن تشاءما أبيا جي أغرسوزي دبينا شخورا يعني. فلما نسب الخير والشر إلى الطائر دنا بخدا دنا بخدا أغرسوزي نسبة يعني خير وشر نسبة كرم ببال طيرابا يعني جنابا وان اف قشيكا والله عالم قرغد بيجا اف وقتا كبفريا إلا يورمكي لسر دانيان ابي طيري هاني براس يوان دا بيتشانا اغرسوزي دي ديتم بيتشاب يوان دا بيتشانا جي اغرلي دي ديتم اف خير وشر نسبة كرم ببال دي طيرابا. إيجا خداجي وقتا جل جلاله ابي كلامي هاني شيان جنابا وان را و او محاورة دنابا وان وحزبتي صالح دا كدا تشيكرين دنابا وان دا او مناقشة درباس بو او انا دي ساعين لسر عادت اخوه بري قو قوتن تطيرنا بك استعيرة استعيرة هاتا استعارة كرين ادنش اولارات لما كان سببهما هاتا استعارة كرين اف طير مسلسي اف طائر كلمات طائرة هاتا استعارة كرن شكرا لما جوي تشتك كان سببهما او دبو سبب جبو خير الشريرة إجا هاتا نافدائن جويرا او تيجي كم من قدر الله چونك حضرت صالح جوانا قو وطائركم عند الله تلفونا سيدة أتشما دمك استعيرة أف طائر هاتا استعارة كرن كلمة طائرة لما جوي تشتكو كان سببهما ببو سبب جبو خير وشريرة أو سبب جبو من قدر الله إجا حزتي صالح
ناو قدر خدا جي داني تا چونكي سبب يعني چوا او تير سبب خير وشر ولجم وان تابي اجا خدا جي جو جو او طائر ويكو من سبب دزانج بو خير وشر لا جو او طائر الجم خدايا يعني قدر وي الجم خدايا يا يعني عمل ويكو الجم خدا مكتوبه من لقدر الله وقسمته من قدر الله وقسمته قدر خدا وتقسيمات خدا كش هر انسان كيرا تشتكي دشينا هيك يا مكافات كا هيك يا مصيبات كا هيك يا جزات كا فلان شو او من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة دمك يا قدر تقسيم خدا ياجي او عمل عبدك هدبه فما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم يا او عمل ويك السبب اجبو في خير الشريرة او عمل والجم خدايا يعني ارد بسبب وان مصيبتك بسري وداتيني نكر السبب نجبو تطيئوي ورا شؤمي ورا اغر سوزي ورا بل ومنه قالوا طائرك قالوا اوان في قومي هاني قوتيه طائر الله لا طائرك يعني دنا بعد اواد قوت نشي ابي استعمال هاني جي هي يعني ها دنا بخلق ده جي ابي استعمال هي دبين طائر الله يعني قدر الله لا طائرك نكو قدرت يعني طير تي شومي تي او طير تي كل جم تي اي قدر الله الغالي سيد الطاد دم عمل العبدي يجد سر في معنى عمل العبدي با اني قالوا ايش في معنى يقولتنا طائر الله لا طائر يعني قدر الله لا قدر عمل كيف خده يعني قدر خده نكو عملتي ها وصد بقول بيجن مالك اي قدر الله الغالب الذي ينسب اليه الخير والشر لا طائرك الذي تتشاءم به وتتيمن يعني او طيرك وند زانان طائرك نعمل طائرك طائر الله طائر قدر خدايا بان مصيبتا تشيبونه لا طائرك لا طيرك تكبن نظريات وتنوي دفريني او دراسة دارت معناك اللي يدخي شفر دارت معناك اللي يدخي او سبب ننجبو بان خير الشرارة بل كي سبب خير الشرارة قدرتا لجم خدايا بل فلما قالوا اطيرنا بكم وقت في قوم سمود حضرت الصالح وقوتن وام اغرسوز بون بسبب و يعني وين بون سبب كو وان مصيبتا هاتن سري ما وقت في قوم وصا قوتن اي تشاءمنا ام اغرسوز بون وكانوا قد قحيتوا وفناجي براقي او اغرسوزي كي هبو يعني نو اغرسوزي يعني مصيبت كي لوان هبو بالنسبة في مصيبة ذكرنا ببال سبب كونو أي صالح تو ومؤمني بيتنا أو وين سبب نجيبو فان مصيبة ترى أي مصيبة دوي شاغي دا جيهبون أه وكانوا قد قحيتو چونك فانا شبابون غلب سريوان دا هاتبون يعني جيبوك غلا هاتبون أوانا جي نسبة ذكرنا دقوتن أفندم أم مصيبة غلاك بسري مداهاتية سبب صالح وفان مؤمن كل باي ويدش أجا حزت صالح جوان رابو قلنا أفندم بو بلكي أب سبب فان مصيبة في قحطهاني قو أو قدر ويا لجم خدايا يا خدجي أو عمل ويك مكتوبة لجم خدا قال طائركم عند الله اي سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم او السبب ويكو جي خير الشر جوراتي او يا عند الله وهو قدره وقسمته او لجم خدا شي يجي قدر خدا يعني خدا ده حق وهل يكيدا تقديرك دانيه وتقسيمك كريه ان شاء رزقكم وان شاء حرمكم اجلك بخزا رزقي ودد قحتش سر ورادك وإن شاء أجلك بغزج ومحروم دار دخينا قحت بسر ودادشنا وج رزق محروم دك ويجوز وجائز أن يريد كحزتي صالح إرادة بك كقوتي طائركم عند الله أي إرادة بك كي أذي معنى في جملة عملكم مكتوب عند الله
اد بكم اراده بيا جكر به يعني او سبب خير وشركم سري ودور سبب في قحط هاني بل كي او عملي وي خرابك لجم خدا مكتوبه هوندا نابه يعني وين شي خرابيت كان عصياني كان ابي لجم خدا يازد به ابي يد به سبب كو اصابتي وكبن قحط بلايا فمنه نزل بكم ما نزل اول يعني جوي عملي ويا تشتيكو نازلي سرود به وانقحتو بلايا عقوبة لكم وفتنة بلكي وانا عقوبة جوارا وامتحان فتننا ومنه قوله تعالى طائركم معكم جوي معنى باشية ويجب معنى عمل ابيع قول خداك دي طائركم معكم طائري واتبي ويا يعني عملي ويا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه آيات كدن داجي خداد به هل إنسان درجة قيامته دا أم طائره وي طائره وي يعني أو تشت عمله وي أم بكن أستيه وي إبوي هوا ولا محكمة وقرئ تطيرنا أواجهات يخوند تطيرنا بكم على الأصل شخو اتطيرنا جي جتا طيرنا يعني او اتا هاني رابون شك ساكن كرن شك مخرج تي و تي نزي هبن ساكن كرن وي تي دطيرا داغم كرن اجا او اولي وي كتيا مدغمة او يا ساكن ما رابون همزة كيجبو واسنر اول وي داني بوتن اتطيرنا اجا بسر اصلي جهاتي اخندن بي تسكينة تايه وبيزي ذكرنا همزي كنت تطيرنا ومعنى تطير به معنى تطير به كيه يعني تشاءم به يعني اصلا دا طير هاني نك استعارة كلمة جبو شعميرا بل ومعنى وتطير منه إجا وقت تطير مستعمل بمنيبة مستعمل ببيبة بسببيته يعني بسبب تطير وتشاءم به وقت التطيير يجب مستعمل بمنيبة معناه ويش نفر منه يعني جي دور كات جي الرضية تفتنون تختبرون يعني وانت تيني امتحان كرن بفعل مصيبتي هاني او تعذبون يعني جي تفتنون بمعنى عذاب يعني وانت تيني عذاب داين او يفتنكم الشيطان بوسوسته اليكم الطيرة چونك الشيطان عليه اللعنات وامتحانتك بتشاو امتحانتك بوسوسه كدرجة قلبي و طيرته شؤمه اغرسوزيه دبي افندم ابيا اغرسوز بو ابو سببه اغرسوزيه قحط بسري ودهات حتى كو صالح وقومي خو يعني بان مؤمني خو اگر كو جوارا في دعوة هاني نكرانا ايمان ناميانا ايمانا خو لوه تكليف نكرانا والبوان اغرسوزيه هاني را قارشلاش مش ندبون شيطان عليه لانت ابيتا قلبي و اتفتنون بل سيدا بس سابقكم لو كيرين كسيرا ابي آيات دريجة اون زانن سيدا بس سيدا بس كلمة كي بس بل كلمة كسيرا كلمة ابو والله يا حجتي داود عليه السلام هدية صدق بل حجتي داود وسليمان اشي اي والله يا وان قدية اتسر مسلا حجتي صالح بله صالح دش مثلا حجتي صالح كير اجا تصاتي خوشك بو خوتا لا ميسر كي ان شاء الله امين